وللمزيد حول مبادرة مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة بيع اللحوم بمحافظة القاهرة، تطلعنا عليه زميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة لليوم وعلى مدار الأيام الماضية تنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تقوم بتنفيذها على أرض الواقع مؤسسة حياة كريمة لبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة. هذه المبادرة التي تستمر للأسبوع الثاني على التوالي في مختلف أنحاء الجمهورية عن طريق مجموعة من المنافذ والعربات الثابتة والمتحركة. إذا تحدثنا عن محافظة القاهرة بالتحديد فهذه المبادرة ليتم تنفيذها فقط في حي حدائق القبة الذي نتواجد به الآن، ولكن في نفس التوقيت هي بتنفذ في عدد من المناطق الأخرى في أنحاء المحافظة، وبيتم اختيار كل يوم يعني مكان مختلف عن اليوم السابق لضمان وصول هذه المبادرة لأكبر عدد من المواطنين، ودائما بيتم اختيار الأماكن المزدحمة في الشوارع والميادين الرئيسية وأيضا بالقرب من محطات المترو لضمان الوصول لعدد كبير من المستفيدين، خاصة مع التخفيضات الكبيرة التي تقدم على أسعار اللحوم البلدي والمجمد. فنتحدث عن أنه أسعار اللحوم المجمدة بتصل ل 185 جنيها للكيلو، واللحوم البلدي المجمدة بتصل ل 210 جنيهات للكيلو، أما اللحوم التي يتم ذبحها في نفس اليوم بيصل يعني السعر ل 310 جنيهات للكيلو الواحد، مما يعكس التخفيضات الكبيرة التي تصل لنصف الأسعار في الأسواق الخارجية، مع مراعاة بالطبع جودة هذه اللحوم. فكما أكد لنا القائمون على المبادرة أنه بيتم الذبح في أماكن خاصة بمؤسسة حياة كريمة، هناك أيضا متابعة بيطرية لهذه اللحوم البلدي منها أو المجمد، بيتم نقل اللحوم بواسطة سيارات مجهزة بثلاجات لضمان وصول اللحوم في أفضل شكل وصورة إلى أيدي المستفيدين من المواطنين الذين أكدوا دائما على سعادتهم بهذه المبادرة التي سهلت لهم الحصول على مصدر غذائي هام وهو البروتين. وكل هذا بيأتي طبعا في إطار التوجيهات الرئاسية وفي إطار أيضا الأهداف التي وضعتها مؤسسة حياة كريمة لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.